بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنناقش الفصل الثالث من مادة نظم دعم القرار، وهي النظم المعاونة في اتخاذ القرار. أولا الذكاء الاصطناعي، تعريفه الذكاء الاصطناعي هو دراسة كيفية توجيه الحاسب لأداء أشياء يؤديها الإنسان ولكن بطريقة أفضل، أو هو العلم القادر على بناء آلات تؤدي مهاما تتطلب قدرا من الذكاء البشري عندما يقوم بها الإنسان. طيب ايه المثال على الذكاء الاصطناعي او التطبيقات اللي ابتدوا يستخدموها بقى؟ قال ابتدينا نستخدم حاجة اسمها الشبكات العصبية الاصطناعية. يعني ايه شبكات عصبية اصطناعية؟ ابتدينا نقلد او نفكر في تقليد الشبكات العصبية الموجودة في مخ الانسان، وازاي نخليها تقوم بالمهام اللي بيأديها الانسان. يعني على سبيل المثال لو انت بصيت لنفسك كده، هتبص تلاقي ايه الاشياء اللي انت بتعملها. انت قادر على التفكير، لو بصيت من فوق قادر على التفكير، قادر على الرؤية، قادر على السمع، قادر على الحركة، تمام، قادر على الكلام والتحدث. فكانوا بيفكروا في عمل آلة تؤدي الخصائص اللي بيقوم بها الإنسان. بدأ التفكير ده إمتى؟ قال لي بدأوا يفكروا في الكلام دوت في الخمسينات. بداية من الخمسينات بدأ التفكير في عمل شبكات عصبية اصطناعية تحاكي أو تماثل عمل العقل البشري. ولكن في الفترة في الخمسينات كانت الأجهزة غير كافية لعمل شبكات عصبية أو لعمل كم كافي من الشبكات العصبية. دي الحاجة الأولانية، مش موجودة في الخمسينات. الحاجة الثانية إن من ناحية الطب بقى، إن دراسة العقل البشري وكيفية تفكيره وكيفية تفاعله ما كانتش معروفة في ذلك الحين، نتيجة لأن العلم الطب لم يتوصل إلى كيفية عمل العقل البشري. طيب نيجي، هل سكتت العلماء على هذا الأساس؟ لأ، ابتدوا يفكروا في موضوع الشبكات العصبية الاصطناعية في أواخر الثمانينات. بدأ التفكير في عمل شبكات عصبية اصطناعية، ونجحوا في التوصل إلى عمل شبكات اصطناعية عصبية اصطناعية تماثل عقل الإنسان. وكان ده يرجع لإيه؟ يرجع لحاجتين. أولا يرجع للتقدم في علوم الحاسب اللي نشأت في الوقت ده، ونتيجة للتقدم في مجال الطب انهم ابتدوا يفهموا ازاي العقل البشري بيشتغل وايه هي الخلايا العصبية المكونة لمخ الانسان. ونتيجة لذلك توصلت اليابان الى المشروع الجيل الخامس من الحاسبات، والذي يهدف الى انتاج جيل جديد من الحاسبات بيعمل بافكار واساليب الذكاء الاصطناعي. يبقى من خلال الكلام اللي انا شرحته ده، ايه هي الصفحة دي؟ تمثل ايه هذه الصفحة؟ تمثل التطور التاريخي للشبكات العصبية الاصطناعية. بدأوا امتى يفكروا فيها وتوصلوا ليه؟ فهنيجي نتكلم كده نقول ايه؟ تعتبر الشبكات العصبية الاصطناعية هي احدى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وقد بدأ الاهتمام بها في الخمسينات، حيث حاول العلماء وضع مجموعة من البرامج التي تحاكي عمل الشبكات العصبية في مخ الانسان، وربطها معا من اجل ان تقوم بعملية تعلم معينة. لكنهم لم يتمكنوا في تلك الفترة من تحقيق ذلك، لأن الأجهزة في تلك الفترة كانت غير قادرة على إعداد الكم الكافي من الشبكات العصبية للوصول إلى أي شيء يحاكي الذكاء البشري، ولأن طبيعة عمل العقل البشري لم تكن معروفة في ذلك الوقت. وفي أواخر الثمانينات تجدد الاهتمام بالشبكات العصبية الاصطناعية بسبب الحاجة إلى تشغيل المعلومات بأسلوب يحاكي العقل البشري، وقد ساعد في تحقيق ذلك التقدم في تكنولوجيا الحاسب الآلي وعلم الأعصاب، والذي أدى إلى فهم أكبر لطريقة تركيب العقل البشري، حيث أعلنت اليابان عن مشروع الجيل الخامس للحاسبات، والذي يهدف إلى إنتاج جيل جديد من الحاسبات يعمل بأفكار وأساليب الذكاء الاصطناعي. الهدف من الذكاء الاصطناعي، تهدف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى إنتاج نظم برمجيات ذكية، أي ماكينة تحاكي السلوك البشري
لها الصفات الآتية: نمرة 1 القدرة على التفكير، نمرة 2 القدرة على الرؤية والمشاهدة، نمرة 3 القدرة على السمع، 4 القدرة على المشي والحركة، 5 القدرة على الكلام والتحدث. هنناقش مع بعض دلوقتي ايه هي مزايا الشبكات العصبية الاصطناعية، يا ترى بتتمتع بايه من مزايا الشبكات العصبية الاصطناعية. قال لي اول ميزة بتوفرها لنا الشبكات العصبية الاصطناعية هي القدرة على تفسير البيانات المشوشة او غير الكاملة، وده واضح جدا. يعني على سبيل المثال، لو العلماء بتوع الاثار وجدوا هيكل عظمي غير متكامل او غير كامل ومش عارفين الهيكل العظمي ده يرجع لايه، فالشبكات العصبية الاصطناعية قادرة على إكمال هذا الهيكل وترشدنا إلى نوع الهيكل العظمي ده أو كان إيه في أساسه. فإحنا بنقول إن أول ميزة من مزايا الشبكات العصبية الاصطناعية إنها قادرة على تفسير البيانات المشوشة أو غير الكاملة. طب نمرة 2، القدرة على مواجهة المشكلات ذات النوعيات الجديدة. إحنا من المعروف إن في مشكلات روتينية بتقابلنا كل يوم في حياتنا، فإحنا بنبقى قادرين أو قادرين على حل هذه المشكلات في ضوء المتاح، لكن في بعض الأحيان بتقابلنا مشكلات جديدة ما بنكونش عندنا الحلول لها. مين اللي بيساعدنا في اتخاذ القرار بخصوص هذه المشكلات؟ بنستعين بالشبكات العصبية الاصطناعية والذكاء الاصطناعي في حل هذه المشكلات. ثالث ميزة من الشبكات العصبية الاصطناعية هي مرونة وسهولة صيانة النظام. ثانيا، النظم الخبيرة. تعتبر النظم الخبيرة أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث أنه بموجب هذه النظم يتم ميكنة الدور الذي يقوم به الخبراء البشريين في مجال محدد، وبالتالي فإن النظام الخبير يعمل على دعم المستخدمين وإرشادهم في حل المشكلات واتخاذ القرار. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي معاكم دلوقتي نناقش الفصل الثالث من فصول نظم دعم القرار، وعنوان الفصل الثالث بعنوان المكونات الرئيسية لنظام دعم القرار. هنناقش في الفصل ده ايه هي المكونات الرئيسية لنظام دعم القرار. يتفق معظم الباحثين في نظم دعم القرار على ان المكونات الرئيسية لنظام دعم القرار تتمثل فيما: 1 قاعدة البيانات، 2 البرمجيات، 3 الواجهة. وهنبتدي نناقش كل مكون مكونات الرئيسية لنظام دعم القرار كما يلي. اولا قاعدة البيانات. ايه قاعدة البيانات بقى؟ قال لي قاعدة البيانات هي عبارة عن تجميع للبيانات التاريخية، ونقصد بالبيانات التاريخية البيانات اللي حدثت في فترة سابقة او البيانات الماضية، وتجميع للبيانات التاريخية والحالية عن العمليات الرئيسية المنظمة. ويمكن ان تكون قاعدة البيانات كبيرة او صغيرة، وتكمن اهمية قاعدة البيانات في قدرتها على توفير وصول سهل للبيانات. ثانيا، البرمجيات. البرمجيات عبارة عن حزمة من البرمجيات مكونة من مجموعة من النماذج الرياضية والإحصائية التي تدعم متخذ القرار في دراسة وتحليل أحداث مستقبلية تؤثر على أداء المنظمة، مثل ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة الطلب وزيادة الدخل. ثالثا، الواجهة. تمثل الواجهة الطريقة التي يتم بها الحوار بين المستخدم متخذ القرار ونظام دعم القرار، وتتمثل في كيفية إدخال الأوامر والحصول على استفسارات واستخراج المعلومات. ويتم إدخال الأوامر بطرق متنوعة، منها قوائم الاختيار كما في نظام الويندوز والأوفيس، كتابة الأوامر بواسطة لوحة المفاتيح، ملء جداول أو مربعات حوار معينة. أما بالنسبة للمخرجات يمكن أن تكون في صورة تقارير أو رسوم بيانية. وبكده يبقى انتهى منهجنا في مادة نظم دعم القرار. مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح إن شاء الله.